بقولك ايه، الواد طول النهار عمال يعيط ويزن لما قرفني، بعد كده يا اختي ما تبقيش تسيبهولي. يعني ايه يام؟ عايزاني اخدي على كتفي واقعد الف بيه في الشوارع؟ ما تستحملي لحد ما يتفطر. لا يا حبه عين امك، مش هتسيبيه، انا مش ناقصه قرف. طب يام خلاص اللي انت عايزاه، سيبيني بقى ارتاح شويه عشان انا تعبانه وصدري قاعد عليا. اعملي بس انت لقمه عشان اكلها. مفيش اكل يا اختي في البيت. يعني ايه مفيش اكل في البيت؟ ابوكي خرج وما سابش فلوس، ما كانش فيه غير حتتين بتنجان وحته جبنه، اكلتهم انا واخواتك. يعني انا جايه تعبانه من لف طول النهار وطالع عيني وعايزاني دلوقتي اطلع عشان اجيب لقمه ادفعها؟ امسكي. بسم الله الرحمن الرحيم. حاجه تقرف. استني يا بت. عايزه ايه؟ بقول لك ايه؟ عدي على علي السويفي، هاتي من عنده اي خضار نطبخه بكره، وبعد كده عدي على الفرارجي عشان ينضف لك فرخه. واجيب بايه ان شاء الله؟ انت مش لسه قايله ابويا ما سابش فلوس؟ هو انت يا بنت مش اشتغلتي النهارده وقبضتي؟ نعم. هو انا بشتغل عشان اصرف على البيت كله؟ انت مش قلتي لي اشتغلي وتهببي عشان تصرفي على ابنك وعلى نفسك؟ نعم يا روح امك، لو انت هتصرفي على نفسك واحنا نقعد نتفرج عليكي مش كفايه شايلين لك العيل ومستعملين قرفه؟ بقول لك ايه يما، عدي الليله خلاص، مش هجيب اكل وهتنيل عيني انام جعانه. تعالي هنا اهو، هاتي الفلوس يا بنت ولا اجيب الحاجه. فلوس ايه؟ معيش فلوس. يا بنت يعني معكش فلوس؟ ايه يا هاتي يا بنت الفلوس. يام هاتي يا بنت الكلب يا واطيه. يام حرام عليكي، حرام عليكي يام، شايله فيهم طول اليوم. ايوه يا بنت حرام عليك، عشك يا معبيه الله يعمل وكيل. حسبي الله. بتحاسبيني عليا يا بنت يا واطيه يا بنت الواطيه؟ بقول لك البيت ما فيهوش اكل ولا فلوس، ده بدل ما تحطي ايدك في صدرك تقولي خد الفلوس يما، بس اللي هتتحرقي بجاز وسخ. والزمالك يا بنت؟ مفيش. يا عم مين مالك فيه؟ اقعدي. طيب مفيش، اتخانقتوا معانا يا اختي؟ انا بحسب حاجه كبيره، البيوت ياما كلها بتتخانق. معلش معلش. جرى ايه يا عم مين؟ هي ناقصاك انت كمان يا اخويا؟ انا قصاني بس انت اللي مش واخده بالي. الله شعرك جميل قوي يا رشا. بجد بجد زي شعر الخيل. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. انت عارفه انا لما اتدلى المهندسين انا مش بفهم نص كلامك يا توحة. ماشي يا ستي، علميني عشان اتكلم زيك. ماشي بس بشرط. بشرطي. تعلميني انت صعيدي. يا اختي من حلاوته. ماشي يا ناصحه. طب ست يعني ايه بالصعيدي؟ ست يعني وليا. وبنت؟ بنت يعني صبيه. حلوه؟ حلوه يعني زينه. طب وراجل؟ راجل يعني ديب. اما موضوع العسل الاسود ده يا بنتي يا خوخه طلع وهم وهم، انا هقول عليه لكل اصحابي. ما انا بقول لك بعمل ستات البلد كلهم. طب قولي لي بقى، بتعرفي تعملي فتله؟ ايوه طبعا. خلاص يبقى اعملي لحاتم ابني حواجبه قبل ما يروح المدرسه، احسن يا حبيبي حواجبه تقيله قوي وبتضايقه. لا انا اعمل لحضرتك ماشي، بس يعني حد تاني لا، خصوصا يعني لو راجل. الله فيها ايه يا خايبه؟ ما فدوى كانت بتعمله. فدوى بتعمل لسي حاتم؟ ايوه. خبتك يا فدوى. طب خلاص خلاص هي تعمله، انا ماليش صالح غير بيكي. انت غريبه قوي قوي يا خوخه. عموما لما فدوى تيجي هبقى اخليها تعمل له حواجبه. اف بس انا سخيه يا ولاد، الوليه وجبروتها دي. قال انت غريبه قوي قوي يا خوخه، تعالي مجانين ولا ايه؟ الله يسامحك يا فدوى، الله يسامحك. ما تيجي تاكلي معانا يا توح؟ ماليش نفس. على راحتك. ودي يا توح اكلي يا حبيبتي يا رشا. اللي ما كنت حنينة على امك يا موكوسه. ابوسك انا يا ماما. بوس يا حبيبتي. كتاب حياتي عين ما شفت زيه كتاب، الفرح فيه سطرين والباقي كله عذاب عذاب عذاب. كتاب حياتي عين ما شفت زيه كتاب. هو فيه فلوس؟ اف بقى يا ابني، الفلوس عندك حطها لك على الترابيزه. تعالي شوفي حطيتيهم فين عشان انا مستعجل وعايز انزل.
انا كنت حاطاهم هنا من الصبح، هيكونوا راحوا فين يعني؟ بقول لك ايه، بطل حركاتك دي مش عليا، انا عارفاك كويس، ولو اتنططت قدامي مش هديك جنيه واحد. يا ماما ما تهزريش، بقولي بجد ما خدتهمش. مش مصدقاك يا ماما، ما خدتهمش والله. هيكون مين اللي خدهم؟ حامد يا حامد. في ايه يا غالية بتزعقي ليه؟ طلعتيني من الحمام والصابون على وشي، في ايه؟ كان في فلوس محطوطة على الترابيزة، راحت فين؟ فلوس ايه؟ إذا كنت أنت أخدتهم مني. ما أنا عشان كده شاكة إن أنت رجعت أخدتهم تاني. وده على أساس ايه؟ إنك أول مرة تعمليها ما أنت دايما بتاخدي مني الفلوس وتديهم للمحروس ابنك، يا غانية عيب. وليه أصلا ما تقوليش أنت اللي أخدتيهم وعاملة الفيلم الهندي ده علينا؟ أيوة أيوة، إيه اللي بتدفع عليا يا أخويا عشان تغطي على عملتك السودة دي؟ تاني يا غانية تقولي عملتك؟ يا غانية ما أسمحلكيش بالكلام ده، فاهمة؟ على فكرة أنا افتكرت، انا شفت البنت الجديده كانت بتنظف هنا من شويه. قصدك يعني تكون هي اللي خدتهم؟ طالما محدش فينا يبقى اكيد هي. بنت يا خوخه، انت يا بنت فستان، فين يا بنت الفلوس اللي كانت على الترابيزه؟ مش دراني يا استاذ. بقول لك ايه، بلاقيش دراني بلا الكلام العجيب اللي انت قاعده تبطمي بيه ده طول الوقت. اعترفي احسن لك بدل ما اجيب لك البوليس يطين عيشك. انت شفتي بوليس ايه؟ والله ما شفت حاجه. امال هيكون بقى مين اللي خدهم يا حبيبتي؟ انت هتعترفي يا بنت ولا هطين عيشتك؟ والنعمه الشريفه، والنعمه الشريفه ما شفت حاجه ولا خدت حاجه. شكلك بقى ما بتجيش بالذوق خالص. اعترفي. ايه يا عم، 9 ايام لحد ما اعرف اوصلك؟ يكونش عينكم محافظ وانا ما اعرفش. لا اله الا الله، هي روح ماما وشكاويها لبست فيك انت كمان؟ افهم من كده انك عايزني اتكتم وما اشتكيش، صح؟ عارفه بحب فيكي ايه؟ ايه؟ انك نبيها فتكات. اسمها فأساك يا حبيب فتكات. حبيب قلبي. جرى نعم بقى يا عم وثبتني. لا لا ثواني، انا ثبت اي حد الا انت كبير وانت عارف. طب وحشتني بقى. ها؟ انت مجنونه ولا ايه؟ في ثانيه كده وحشتني. يا حبيبي تغيير عشان ما تزهقش مني. غمض عليك. ماشي يا سيدي. غمض. ايوه كده شايفاك. ها؟ استنى استنى. ماشي، انا حاسس في حد من حاجه جنبي. مبروك يا حبيبي على الوظيفه الجديده، ربي دايما من نجاح لنجاح. تسلمي لي يا عمر. طيب بقى جايبه لي ايه قولي لي؟ والعصير ده مع الهدايا ولا ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الطمع ده؟ بص انا عرفت انك مفلس ولسه ما قبضتش، فقلت يعني ابقشش عليك. عيني يا برفاناتك يا عيني. حلو صح؟ تسلمي لي. تسلم لي يا حبيبي. انا رشيله برفان بقى. ايوه كده انضف انضف. ما تسيبك من الناس اللي حوالينا دي وتجيبي بوسه. ايه ده؟ اخسى عليك. بوسه واحده بس. اسمع سفله لما فيها. بحبك. انا بحبك. انا اكتر. انتي هتنطقي ولا اقص لك شعرك؟ وهقص لك كمان رموش عينيكي. انطقي يا بت! فك فك! طلعي الفلوس يا حراميه، الانكار مش هيفيدك والا هشرحك. شكلك كده مش هتعترفي غير لما احلق لك شعرك قرع. اقول لك الموضوع ده مش نافع معاكي، انا هلسعك بقى بالمعلقه السخنه. يا حامد، المعلقه السخنه يا حامد. حاضر يا غانيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ايه ده بنت تروح الحلوة دي؟ شفت بقى؟ كان مخبي الملس، كان مخبي حاجات ايه بس حلوة. خاينة في الجيبة والبلوزة وتمام. وشها. ما تشيلي بقى الشرب ده. ايوه. مخبي شوية الحرير اللي تحتيه دول. وبعدين ايه الجرجره بتاعت الجيبه دي؟ يا توحى يا بنتي اسمعي الكلام، الجرجره دي هتلم تراب من الارض وبتاع وكده. قصري قصري شويه، هاتيها لغايه لا لغايه فوق شويه. اه والله بيني نعم ربنا. انت ايه؟ مفيش، ما بتزكيش عن صحتك. ايه ده؟
حرام عليك بس بسم الله ما شاء الله قمر يا بنت. عاجبك كده؟ اسمها كويس كده لسه برضو متراب على الحلاوه اللي انت فيها دي. اسمها كويس كده كويس كده ودي عوره كويس كده كده كويس كده كويس كده كويس. لا والله بنت هيبقى لك مستقبل معايا. يعني مش عايزه تنطقي وتقولي وديتي الفلوس فين؟ انطقي يا بنت. ايه ده يا غالية كده هتلسعيها بشمه عيد جوازنا اللي فات. غاليه صح؟ ما ابنك اللي جايبها يا اخويا. ايه الغرا يعني يا ماما؟ الله اعمل لك ايه؟ ما انت لسوعتها بالمعلقه، ما لقيتش حاجه لسوعها بيها قدامي غير الشمعه. يا سلام. انطقي بدل ما نرجع نلسوعك بالمعلقه تاني. ماما انت ممكن تاخدي الحلاوه دي وتنتفرها بيها حواجبك. يا فرحه امك بيك، مش هنعرف نعمله تاني بالعسل الاسود، وطبعا اللي بنعمله في الزفت دي مش هتقول لنا بيتعمل ازاي. صحيح. طب روح يا واد يا حاتم هات لنا ورقه من على الشفونيره عشان نعرف منها المقادير قبل ما تفيص مننا. قولي لنا بقى على المقادير واحده واحده كده، واياكي شوفي اياكي تخمي لحسن والله العظيم هلسوعك تاني. او النبي يا غنيه انا مش ناقص تسلخات. عبال بقى ما هي تقول لنا على المقادير تكونوا انتوا فكرتولي في طريقه جديده نعذبها بيها. عايزه حاجه ما حصلتش، عايزه تعذيب ما حصلش، انا عايزه الفلوس. حاضر. طقي البضاعه تمام يا عم ميمي؟ تمام يا وز. طب والفلوس؟ كله تمام. طب ايه بقى، مش هتديني السلفه اللي انا قلت لك عليها؟ ما انت عارفه يا حبيبتي اللي جاي على قد اللي رايح، والدنيا بقت ناشفه والناس مش تمام. اخس عليك، حتى انا يا ميمي؟ يا انت اولهم. ليه كده بس؟ طب ايه اللي مزعلك مني؟ اللي مزعلني منك ان انت تقلقانه عليا. يا عم ميمي اصبر شوي، اصبر واتقل. ماشي اديني صابر وتقلان. طب يلا اديني بقى الفلوس اللي قلت لك عليها، اصل الواد سخن نار. انا اللي بقيت سخن نار؟ فلوس في المخزن جوه، تعال نروح نجيبها. الله يا ميمي وانت كده عمال تتوهني وبعدين انا بكلمك على الواد، ما دخلنيش في مواضيع تاني. خلاص ادينا قاعدين مستنيين لغايه لما الاشاره تخضر. هي بقت كده يا ميمي؟ ده انا بقولك الواد عياه. وماله يتعب شويه، خلي المناعه كده تاخد راحتها ويبقى قوي. هي بقت كده يا ميمي؟ ايوه هي بقت كده يا روح ميمي. ماشي يا ميمي تشكر. العفو. كده يا اخوي. العفو يا اخي. لا 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 مش نايت ايه كده، احنا اللي هنروح في داهيه. ايوه مش هينفع يا حاتم، وزي ما قلت لكم احنا نلبسها الحله في دماغها ونقعد نخبط بالمغرفه على دماغها وراسها هتتجنن وهتخضن في الكلام. ايه الذكاء ده؟ لا طبعا كده هتترش ولا هتعرف ترد علينا ولا تسمعنا ولا تقول لنا الفلوس فين. مفيش غير هو حل واحد، احنا نمسك بالكماشه دي تخلعوا لها ضوافرها واحد واحد، وبعدين تقطعوا لها الخنصر والبنصر عشان دول مضايقني قوي من زمان. الله عليكي. يلا يلا. انما قريب قوي واكيد هيضطروا انهم ينزلوها. خبطه النهارده جات لهم في مقتل. لا يا شيخ يا فندم مش ده المقتل، المقتل الحقيقي. ما اعرف ارفض سليم البدري واسيبه عنده. أكيد أكيد حد سمع صوت صوتها. ما أنا قلت لك اكتم بقها كويس يا خبي. ما هي عدت صباعي، ما خدتش عارفة ألزق البلاستر كويس يا ماما. المهم هنعمل إيه؟ هنفتح ولا نطنش؟ بص اتسحب كده بالراحة بالراحة، ها؟ وبص من العين السحرية بشويش، وما تفتحش الباب غير لما ترجع وتقول لي. حاضر. دي مدام عايدة اعمل ايه؟ لا عايدة افتح لها عادي عادي. ما كنت قلت لي افتح من الاول. ايه ده؟ مين دي؟ دي الخدامة الجديدة، سرقت فلوس وكنا بنقررها. تقرروها؟ تقوموا تعملوا فيها كده؟ دي البنت هتموت. مين اللي عمل فيها كده؟ مش انا. ولا انا. ولا انا. لا بقى
ده امي بقى جت من ملكوت عملت كده ومشيت. اصلا مش هتقدر تتكلم. تقوم تخنقها بالشكل ده؟ يعني نسكت على حقنا؟ مش قلت لكم بلاش الشنق ونتبع اسلوب الحله والمغرفه احسن؟ الخطه دي فاشله يا بابا، انت لوزر. ما انتوا لو كنتوا سمعتوا كلامي وشلنا الخنصر والبنصر كانت اعترفت، لكن انتوا بتحسسوا على صوابعها. بس خرصوا، مش عايز اسمع صوت حد فيكم، وتفضلوا يلا تعالوا في الكوره معايا، يلا. قولي لي يا حبيبتي، انت صحيح خدتي الفلوس؟ والله ما خدت حاجه، والله ما خدت حاجه. طبعا لازم تقول كده، شغل خدامين معفنين، انا لازم ابلغ البوليس. طب بصي قولي لي انت كنت شايله الفلوس فين وانا هروح ادور بنفسي قبل ما تبلغي. كويس ان انت جيتي دلوقتي لان الواد اللي شغال معايا اتاخر. بصراحه ربنا كده انا اصلي عايز اقوم اصلي. اصلا انا بحب اصلي في الجامع موت. تعالي تعالي انت اقعدي مكاني واي حد يجي يسال عليا نظره فابتسامه ثم تثبيته لغايه ما يجي. تعالي خدي يلا. ها الساعه هنا. حاضر. هو تمد ايدك عليها. لا حاضر. شفتوا اديكوا ظلمتوا البنت، الفلوس اهي اتفضلي. طلعت البت بتقول الحق. ودوني لامي دلوقتي، ودوني لامي اوديكوا في داهيه. انا مجانين، ودوني لامي. شفت يا جحش ودتنا في داهيه ليه بقى؟ ان شاء الله. مش انت قلت هي اللي اخدتهم؟ لا ما قلتش حاجه. ما هو انت يا زفت يا نيله، لو كنت دورت على الفلوس كويس من الاول ما كانش حصل كل ده. طب بس بس خلاص يلا يا حبيبتي من هنا. يلا غنيه، المهم تكوني اخدت المقادير صح، مش هينفع انزل فرده وفرده. معلش يا حبيبتي معلش. وما جاب ام العواجز لبلغ عليهم المركز ولاد الكلب دول. معلش بقى المسامح كريم، والانجيل بيقول من لطمك على خدك الايمن فقدر له الايسر، وعندكم بتقولوا العفو عند المقدره، وانت يا حبيبتي دلوقتي قادره، خليكي بقى كريمه وسامحي. يعني لو بنتك دي لو عملوا فيها كده هتقولي كده؟ وهم فين بناتي؟ ده انا نفسي اشوفهم واشوف احفادي، ومش هعاتبهم خالص بس اشوفهم. ليه هما فين؟ هاجروا مع جوازهم من 6 سنين، واحده في امريكا وواحده في استراليا، ومن ساعتها بقى ما شفتهمش. نفسي اشوفهم واشوف احفادي واخدهم في حضني. خلاص بقى ما تعيطيش، خلاص قطعتيلي قلبي. انا هروح لك ام هاشم هسوقها لك عليهم عشان يجوا يزوروكي. خلاص بقى خلاص بقى، انا مش ناقصه والنبي. ها او ما افتحي البيت. ماشي. يا دماغي فكرتيني بس. الحقيني يا اما يا اختي. تعالي يا وز خش. ازيك يا ست عايده؟ ازيك يا حبيبتي اتفضلي. جبت لك البضاعه الجديده، بس تعالى بس تكوني حضرتي لي القسط. اقعدي اقعدي. يا ساتر يا رب. مالك يا ست عايده؟ مين اللي مزعل؟ قولي لي بس يا اختي وانا شلفطهولك، مع انه مش محتاج اصلا. ابدا، رمش دخل في عيني. رمش اللي عدم اللي مؤاخذه يعني يا ست عايده، هي مين دي؟ انت محروقه دي ولا ميته؟ مين اللي هبشها كده ولعب في وشها البخت؟ كلب شوارع؟ ابدا، دي وقعت من على السلم. ما تقولي لها الحقيقه بقى، ما تقولي لها على اولاد الكلب دول. يا اختي مش فارقه، انت كده كده محتاجه نفخ زي فرده الكاوتش، ده انت واكله طريحه ما خدهاش حرامي جزم في الجامع. بقول لك ايه؟ بطلي غلبه لغايه ما اشوف هعمل لها ايه في الحرب. تعملي لها ايه في ايه؟ دي وحياتك محتاجه مترين تيل ناديه تتلف كفن ونخلص. انا اقول لك نعمل لها ايه؟ عندك خس وخل في المطبخ؟ يا حبيبتي ليه؟ طيب خلاص سيبيني وانا هتصرف، هتشوفي دلوقتي هعالجها لك في ثواني هتبقى زي الفل. اللي ما قلتليش دي مين؟ يلا مش مهم. روحي روحي. عندي. السلام عليكم. عليكم السلام. وعيادي وعيادي مدي يدك ازاي يا قعد الدجاج؟
وانت مالك انت؟ بالله على جنابك، مش شايفني قاعده قدامك؟ اشملي عينك اياك، عينك اللي عايزه خلعها. ده مكتب المعلم ابو الكوامل، وانا شغال معاه وجاي اخد منه حاجات. حاجات ايه ده اللي جاي تاخدها ياض؟ حاجات ايه قطع يدك من هنا ياض؟ مش قد منال احسن اجيب لي تعكسني وعايز تمسك يدي؟ بعكسك على ايه؟ الطيب احسن. اه الطيب احسن. يلا غور من هنا غور. ايه 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 فيها توحه؟ فيها ده سمك. سمكه؟ امال الطار يبقى شكله ايه لما ده سمكه؟ لا ده سمكه، ده انا صيده من المريوطيه. سامع يا معلم ابو الكوامل؟ انا مش عايز اكلمها بس عشان هي تخصك. ايه اللي حصل يا الواد ده؟ كان جاي يفتح الدرج ياخد مني حاجه. انا جيت اخد مفتاح شقه عرابي عشان افرجها لزبون، قامت قايمه ماسكه فيا. ماشي حلو حلو يا توحه، تمام ما يتخافش عليك. خد يلا روح اغرق انت سمكه وانا هحصلك. يلا تجي على الله. جاك ضربه. الله انت ايه هتستحلي القعده؟ خلاص تعالي هنا مكاني. حاضر. بس الصراحه هفرم عليك يا بنت هتوح سداده. دي البوك. البوك البوك بتاعك رميها في الارض. البوك في فلوس. هديك هديك. بوري يا يخرب بيتك. وش كل عمرك بتهاجري وانا بعيطه؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه اللي عملتيه ده يا وزه؟ ايه ده؟ الله فيها يا مدام عايده، ما عملتش حاجه، دي لبخه عشان الكدمات. بنغمس الخس في الخل وبنعمل بيه كمادات. امي كانت بتعملها زمان لما كان بيطرطش علينا الزيت، او لا مؤاخذه يعني جسمنا يجي لنا فيه هرشه. هرشه لما تهرسك يا بعيده، هرشه لما تهرسك. امشي بنت انت، احترمي نفسك وتلم. كفايه ان انا واقفه جنبك وانت واخده علقه، قلبه وشك زي بوز الجزمه. على الاقل انا وشي مبعجر عشان اللي حصل لي. الدور الباقي بقى على اللي وشه معفن ومجشف ومحتاج مبيض محرجي يرممه. يا سلام، كفايه كفايه صدعتوني. اتفضلوا انزلوا الاجزخانه اللي تحت بتاعه الدكتور ملاك، خليه يعالجها يا وزه، وقولي له الحساب عند مدام عايده. لا مش نازله مع البنت المجشفه دي. يا سلام حوش حوش، قال يعني انا اللي مبسوطه ومفتخره اني هجر بقره زيك في الشارع. بكره مين يا جاموسه يا بوز الاخس انت؟ انا سبت لك من الصبح، اجيب لك ايه ولا اضربك على وشك ولا اعمل ايه؟ بطلوا بقى بطلوا خناقه واسمعوا الكلام اللي قلته لكم، ويلا يلا ما تتاخروش. اتفضلي يلا. هاتي يا مدام البوابه. اتفضلي. ها طب عليا النعمه، عليا النعمه وحياه رزقي وابني. انا واقفه معاكي عشان خاطر الست دي، لكن انت ما تستاهليش حد يعبرك. افضلك بس يلا افضلك واوريك. يا مين دي؟ مين دي؟ اوريكي. روحي روحي بقى صدعتوني. سامني سامني ايجا ايجا سامني سامني. يا اهلا وسهلا يا كابورا فندي. ايه اهلا اهلا. نامستي معلم بالكوامل. نامستي. يعني ايه نامستي؟ إيه كيف الاهوال؟ تمام. بص بعد المؤاخذه دي توحه اللي انا كلمتك عنها. ايه توها كيف الاهوال ماما؟ تمام سي خبور افندي. ايه خبور ايه؟ كابور كابور. اه قولي ماما انت كنت تشتغلي فين قبل كده؟ كانت بتشتغل عند ناس حبايبي زي سعادتك كده، بس عدم المؤاخذه هاجروا يعني. انا عايز بيانات الماما كامل عشان لازم كله كله يبقى تمام. غالي والطلب رخيص، اهي بياناتها كلها في الورقه دي. كله 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 كله. اه عربي نهار عربي. اه اجا اجا تمام. قلت ماما مطلوب منه ايه بالظبط؟ طبعا هتعمل كل اللي انتوا عايزينه وزياده شويه. اجا تمام. ايه مش عايز مني اي حاجه بقى؟ اه استنى دقيقه دقيقه واحد دقيقه. وكنت بتعايب على لغوتي، ده طلع ماما خالص. انا بقى كنت متجوزه واتطلقت الحمد لله، بس عندي عيل عسل الواد منعم، عايشه دلوقتي مع امي وابويا واخواتي في 100 عقبه. واليومين دول يا اختي بشتغل في الدلاله مع واحد اسمه ميمي، اجارك الله، راجل شراني قوي، نفسي ياكل عظمي قبل اللحم. يا ساتر ايه كل دي؟ وليه اتطلقتي؟ اصل البعيد كان سكري وبيضرب بانجو، وكل يوم في المساء يرجع يرنني علقه على الفاضيه والمليانه، ما اعرفش ليه، وكمان مشغلني خدامه عند امه في البيت. ويلي خليكي تسيبي شقتك وتروحي تعيشي مع امك واخواتك. شقه ايه يا ام شقه؟ وانا كنت عايشه في شقه؟ انا كنت عايشه في اوضه انا وهو في بيت امه. بتقولي لي وشي محتاج نفخ؟ ده انت حياتك كلها محتاجه نفخ وعمره من اول وجديد. يا بنت انت هتتريقي عليا؟ يعني انا احكي لك تتريقي؟ يعني يلا امشي يعني يا اختي. يعني عيني عليكي. ايه توها ماي فريندي، فهمتي هتعمل ايه؟ فهمت يا سي خابور، اديني بنضف اهو خلاص. قولي قولي ماما المساحه دي بتاعت ايه؟ المساحه دي بتاعت الحمام. انت نفر مو تمام توها. يا توها افهم بقى، بقالي ساعة بفهمك وانتي مش راضي يفهم.
هذه مساحه للحمام ودي لغرف النوم. ركز ماما كده يعمل جراثيم كتير. يلا وريني تعمل ايه زي ما علمتك. حاضر. دي بتاعت الحمام ودي بتاعت المطبخ ودي بتاعت معلش يا سي خبور خبطتك وانا مش واخده بالي. عايز حاجه تاني؟ لا ماما خلاص. كابور مش عايز حاجة. كابور يخش ينام. سلام. سلام ده ايه؟ مش هنكمل تنظيف بقية الشقة؟ انت نظف ماما. انا هران هران. انا طب تعالى بس لما اقول المساحة دي بتاعت ايه؟ انت شايف ايه ماما؟ انا شايفة يا اخويا ان كده ينفع وكده ينفع. اللي تشوفه ماما اللي تشوفه. جاتك نيلة خيبان. ما كنتش عارفة انك خارع كده. بس يا بنت انت طلعتي طيب. وانا بنت اللي طلعتي جدع. يعني جبت لي جلابيتي من عند الناس الوحشين دول وجبت لي دواء من الأرزخانة. برضو الواحد ما ياخدش بالظاهر. يعني على رأي المثل تعرف فلان اعرفه عشرته لا يبقى ما تعرفوش. تعرفي انا كنت في الاول زيك كده طيبة قوي واسخم كمان من كده. بس الناس في مصر غير بلدكم خالص. الناس في مصر هنا لازم توريهم العين الحمراء من اولها بدل ما يبهدلوكي ويجرجروكي. لا ما تقوليش كده. دي مصر حلوه. مصر حلوه وناسها حلوين. ما انت حلوه اهو. ده في الاول بس ما تاخديش على كده. ممكن فجاه اوريكي وش نداله. اه هتشوف. والنبي اه لا بجد ولا ايه؟ يلا يا هبله يلا. البيت اهو. هو ده؟ اه يلا. اطلع هرفك على خالتي بقى. يعني انت مش قايله لها انك بتشتغلي في البيوت؟ لا. الله يبت امال بتقولي لها انت رايحه فين وجايه منين؟ بروح مع فدوى جارتها الحضانه اغير العيال الصغيره. قولي لي يا وز اعمل ايه؟ اقول لها ايه؟ مش عارفه يا اختي ده ايه ده؟ حضانه ايه اللي انت بتشتغلي فيها ما عليا؟ طب بصي انت تقولي لها وانا رايحه الحضانه كانوا بيحفروا الشارع عشان يركبوا مواسير صرف صحي. قمت انا متبعككه متبشكله متفشكله وقعت في الحفره. ايه يخرب بيت عبطك يا نوره انت. يعني انا اقول لها الحرق ده جه منين؟ يبقى مواسير صرف ميه سخنه. بس يا بنت خلاص. انا اعمل لك ايه بقى يا بنتي؟ ها انا عايزه افهم بقى بالظبط. اه قولي لي. ايوه. ايه اللي حصل؟ بليله سخنه دلقت عليا. بليله؟ اه بليله ايه يا اختي دي اللي دلقت عليك؟ بليله باللبن. يا فرحة قلبي يا فرحة قلبي بالقوي. تصوري ان انا كنت فاكراها انها سادة. ربنا ما يحرمك من العبط يا بنت اختي. يا خالة افهمي. انت عارفة الحضانة؟ عارفة الحضانة صح؟ وهي قايلة لك انها بتشتغل في الحضانة صح؟ اهي عارفة اهي. العيال بقى العيال شقاوتها ما اقولكيش. بيضربوا بعض بالبليلة اهو. والله ايوه. انت بتستعبطي يا بنت ولا بتستعبطي؟ بليلة ايه اللي العيال بتضرب بعض بيها؟ فرستيني ونقطيني وعرفتي دلوقتي امك مفروسة منك ليه؟ يا بت ده انت تفرسي بلد بزيها. ربنا يخليكي ليها يا خاله. ربنا يخليكي ليها. لازم بس تعتني بيها وتعملي لها اكله كده حلوه وتشوفي الجرح بتاعها برضو. انت زي امها. امال هي هتروح لمين؟ امال هي عايشه مع مين يا شيخه؟ حرام عليكي حرام عليكي. حرام عليا انا؟ قبل ما تنام بس تعملي لها طبق بليله باللبن هتبقى زي الفل. سلام عليكم. ماشي يا حنينه. ايوه انا حنينه. مع السلامه يا اختي. يلا ما تنسيش وانت خارجه يا حبيبتي تاخدي الباب في ايدي. هاخده. حاضر. مع السلامه. مين البت دي؟ وز. وزة؟ اوعى يا بنت تكون هي اللي عملت فيكي ده كله وانت بداري عليها ومش عايزه تتكلم. ما قلت لك البليله. ايوه. لا هبات الليله دي بره. بكره ابقى اديكي الفلوس. بقول لك ايه؟ رشا كويسه؟ بتذاكر؟ طب والنبي تبوسيها لي. ولا اقول لك اسمعي دي انا اكلمها. الو. ايوه يا نور عيني. وانتي كمان وحشتيني قوي. لا هبات الليله دي وبكره هبقى عندك. حاضر هجيب لك كل اللي انت عايزاه. بس انت ذاكري كويس. مع السلامه يا حبيبتي. مع السلامه. تعملي ايه ماما؟ بتكلم في التليفون. تليفون؟ بتكلمي مين في التليفون؟ بكلم قرايب. تعملي ايه تاني ماما؟ بدرس.
تلبسي ايه ماما؟ بقول لك ايه يا سيخ ابو، هو انت بتاكل دي؟ دي دجاج بالكاري. يعني ايه؟ يعني في شطه كتير. يعني حراق قوي ماما قوي. انما اقول لي هما جايين بكره ولا ايه؟ ايه جايين بكره ماما. وانت يا اخويا عندك كوتشينه؟ ايه ماما عندي كوتشينه جوه. حلوه قوي ماما دي، نمره قوي يا اخويا. طب ما تخش تجيب الكوتشين. اوكي خش جيبها من جوه. لا ما تخشش تجيبها من جوه، تعال انا وانت نخش نلعب جوه. يلا اشجان. ازيك يا بنتي اشجان؟ الله مالك يا بنت واقفه متخشبه كده ليه؟ بص يا وز، هلا هلا على الجد يا اختي والجد هلا هلا عليه. ما انا ما اعملش فيكي جميله واشغلك واعرفك على زبايني وفي الاخر تاخديهم مني. تكلمي على مين يا اختي؟ انا ما اعرفش انت بتتكلمي على مين. والنبي لا يا اختي، انت عارفه كويس قوي انا بتكلم على مين. طب وحياه ابني منعم، انا فاهمه انت بتتكلمي على مين. افهمك يا عنيا، انا بكلمك يا اختي عن مدام عايده وغير مدام عايده. بصي بقى يا حبيبتي، اذا كان على الست عايده فهي عاجبها ذوقي ومش عايز تشتري غير من عندي، اقول لها لا؟ وبعدين هو الشغل مش بالعافيه، وكل واحد يا اختي بينام على الجنب اللي يريحه. شوفي ازاي. بصي يا وزه، اللي انت بتعمليه ده مش صح، وكده انت بتعضي الايد اللي اتمدت لك. ولا تحب اخش اشاهد خالتي؟ خالتك مين يا ام خالتك؟ خالتي وخالتك وتفرقوا الخالات، مالكيش دعوه بامي خالص. يا دنيا ليه